أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نجوم على الهواء. قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا أحب أرحب بضيفة حلقتنا النهاردة دكتورة ليندا محروس حسين. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيكي. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن الرياضة والحوكمة والرياضة عالميا. كلنا عارفين أهمية الرياضة في حياتنا، الرياضة شيء أساسي ومهم بالنسبة لنا كلنا، حاجة المفروض كلنا نمارسها بأي شكل من الأشكال في حياتنا اليومية. النجوم في الرياضة مش لعيبة الكورة بس، وبمناسبة الكورة نحب نهني النادي الأهلي بفوزه ببطولة الأمم الإفريقية للمرة التاسعة، ونقول لنادي الزمالك هارد لك، أديت اللعب كويس. مع ذلك كان أيضا الفريق الأهلي كان يستحق الفوز. موضوع حلقتنا النهاردة زي ما قلنا هيكون عن الحوكمة الرياضية. معانا دكتورة ليندا هتكلمنا عن الحوكمة الرياضية. الأول أحب أبارك لحضرتك يا دكتورة على فوزك بالوسام لصناعات التغيير لسنة 2020. ممكن حضرتك تكلمينا عن الحوكمة الرياضية؟ الله يبارك فيكي، ميرسي جدا ليكي طبعا على التهنئة بالوسام. هو طبعا الوسام ده هو كان تابع لمؤتمر اللي هو المؤتمر العربي للمرأة العربية الريادية والقيادية. المؤتمر ده بيقام سنويا وبيكون موجود مسابقة بتتعمل على هامش المؤتمر لصناعات التغيير على مستوى الوطن العربي كله. بيشارك فيها جميع المتسابقين من الوطن العربي في جميع أنحاء الوطن العربي، مجموعة من المتسابقين اللي بيكونوا قادرين إن هم عندهم رؤية طموحة أو عندهم فكر مختلف أو قدموا، يعني في بعض الناس كان عندها براءات اختراع، عندها مثلا موضوعات جديدة طرحينها للمجتمعات العربية بصفة عامة. الحقيقة إنه المسابقة دي كانت بتمر بأربع مراحل. المرحلة الأولانية كانت عبارة عن سي في بيتقدم للجنة التنظيمية للمؤتمر، وفي نفس الوقت كانت اللجنة اللي بتقيم السي فيهات دي كلها بحيث إنها تشوف مين اللي ممكن يتقدم للمسابقة. بعد كده طلبوا من كل متسابقة، دي كانت المرحلة الأولى، كان عدد المتسابقين فيها كانوا تقريبا 140 متسابقة. وصلوا الحقيقة بعد كده جت كان طالبين من كل متسابقة انها تقدم رسالة موجهة الى الوطن العربي. الرسالة ديت كانت بتقدم فيها فكرتها او ايه هي قامت بايه او ايه المجهودات اللي قامت بيها او الانجازات اللي تمت او ايه الفكرة اللي عرضها في المسابقة وعايزة يعني تاخد عليها تكريم او وسام. بس كانت الحقيقه من الحاجات اللي انا قدمتها في الموضوع ده كانت الحوكمه في الرياضه، لان ده كان موضوع جديد، ما كانش فيه يعني يمكن كان موضوع ريادي وجديد، ما حدش راح للحوكمه الرياضيه قبل كده، لانه الحوكمه الحقيقه هي موجوده في الاقتصاد، موجوده في التجاره، الا انها في الرياضه كانت اول حد، يعني الحمد لله كان اول حد يعمل فيها الحوكمه الرياضيه. المفهوم بتاع الحوكمه صعب شويه على الناس شويه، بس يعني اكيد حضرتك النهارده هتفهمينا معناه كويس وهتكلمينا باستفاضة عن الموضوع إن شاء الله. بس طبعا فهي الفكرة كلها انه في الرسالة ديت كانت برضو في ليها تفاعل على الواتس على الفيسبوك، انه يشوف مين اللي على الرسالة بتاعته بتكون قوية ومؤثرة للجمهور او اللي بيتفاعل معها بشكل اكتر. وصلوا ل 140، بعد كده في المرحلة الثانية ل 70 70 متسابقة من خلال اللجنة التنظيمية. بعد كده ابتدوا يطلبوا من كل متسابقة من السبعين يعملوا فيديو تعريفي خاص بيهم، يعرضوا فيه فكرتهم أو يقولوا هم عايزين يحققوا إيه في المجتمع العربي إيه؟ أو في المجتمع بتاعهم المحلي. بس طبعا الفيديو ده كان يعني في كل الموضوع من اوله الى يعني الى ما وصلنا ليه، يعني او الفكره اللي انا بعرضها في الفيديو من خلال في المؤتمر او في المسابقه ديت. يعني ممكن لو نطلع للمشاهدين بجزء من الفيديو يوضح لنا المسابقه كانت بتتكلم عن ايه. في هذا العالم المليء بالتحديات، هل نستطيع التغيير والبناء؟ اقولها نعم، فعلينا ان نصنع التغيير ونتحدى الصعاب. فبناء الإنسان يأتي من الوعي والإدراك بقيمة الوصول إلى الرشد ومبادئ الأخلاق. والحوكمة الرياضية
هي نموذج حاكم لتحقيق أركان النزاهة وفقاً للتوجهات الحديثة، وتطبيقها أمراً ضرورياً لضمان التقدم والتطور والبناء وفقاً للمبادئ والأخلاق والقيم، ذلك نظراً لدور الرياضة داخل المجتمع وتأثيراتها على احتواء الشباب وتوجيه طاقاتهم للإنتاج وتحقيق أسمى الغايات. فالرياضة في كلمة جامعة هي ثقافة شعب تعكس إرثه في الممارسة الرياضية لأبنائه. وبالقيادة الرشيدة نستطيع أن نصنع التغيير، فنزرع الثقة ونحقق الريادة والبناء والنماء. لكن ما تنسي انك شرقي بالتفكير والتعبير، انت المرأة العربية. اهديكم تحياتي دكتورة ليندا محروس. بشكر حضرتك يا دكتوره بجد على مجهودك، يعني ان انت تستحقي فعلا ان انت تفوزي بالوسام ده. بصي ربنا يخليكي. طب حضرتك يا دكتوره بقى قولي لنا ايه اسباب وعوامل ظهور الحوكمه؟ اولا احنا الحوكمه طبعا هي ظهرت اول ما ظهرت في المجال الاقتصادي والمجال التجاري في البدايه، وده كان بسبب الانهيارات او الفضائح الماليه، الازمات الماليه والاداريه اللي مرت بيها المؤسسات اللي هي المالتي ناشونال. الحقيقه انه الازمات دي مروا بيها بسبب تعرضهم للفساد مالي واداري. تمام. الفساد ده كان سبب في ان هم يحصل عندهم ازمات، انهيارات ماليه كبيره جدا. الحقيقه كانوا عايزين يعرفوا ايه سبب الانهيارات ديت او ايه سبب الازمات اللي حصلت في مؤسساتهم. كانت الموضوع دوت خلاهم يجيبوا مجموعه من الخبره والمتخصصين علشان يقدروا يوصلوا لايه هي اسباب الانهيارات او المشكلات دي. ووصلوا في النهاية أنه السبب الحقيقي أو السبب الرئيسي ده أنه هم كانوا بيستخدموا الأساليب التقليدية في الإدارة. وكانت خلال الأبحاث دي كلها كانت الثمرة الأساسية للأبحاث دي كلها هي الحوكمة. فالحوكمة بقت أصبحت هي أحدث الطرق أو الأساليب الإدارية الحديثة في الإدارة. أحدث طريقة أو أحدث أسلوب إداري قايم على مجموعة من المعايير من المؤشرات، مجموعة من القواعد والقوانين والمبادئ. الحقيقه انه المؤسسه بتتبعها كمنهج اداري او كسياسه اداريه حاكمه، بتقدر ان هي من خلالها توصل لاعلى معايير الجوده والتميز، وبتحقق من خلالها استدامه. وهو ده يمكن اللي بتخلينا ان احنا نوصل ل او التغيرات والتطورات اللي حاصله في العالم دلوقتي كلها قايمه على انه المؤسسات تكون عندها تشتغل بنهج مستدام، ما يبقاش الموضوع واقف عند حدود المحليه. لا، احنا دلوقتي المجتمعات بقت مفتوحه جدا، الواقع الرياضي بقى مفتوح بشكل كبير قوي، بشكل ان هو ما بقيناش معتمدين على الرياضة المحلية، لا احنا طلعنا للعالمية. المؤسسات والمنظمات الدولية بيبقى ليها تدخلات كبيرة جدا، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نواكب المتغيرات دي. علشان نواكبها لازم يكون في حاجة بتنظم لنا الأعمال دي كلها، تخلينا ان احنا نقول ايه احنا هنعمل ايه لو تعرضنا لمثلا تنظيم معين ما بين مؤسسة رياضية إقليمية ومؤسسة رياضية عالمية مثلا، وليكن على سبيل المثال اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد المصري مثلا لأي لعبة والاتحاد الدولي التابع ليه. فاحنا محتاجين يكون في تنظيم لده. كمان داخل المؤسسه الرياضيه نفسها محتاجين يكون في تنظيم للناس اللي موجوده اللي هي داخل المؤسسه، مجلس الاداره، الجمعيه العموميه، محتاجين نبقى في تنظيم ما بين مجلس الاداره والجمعيه العموميه. كمان محتاجين يكون في تنظيم ما بين مجلس الاداره والهيكل الاداري اللي موجود داخل المؤسسه. في كمان عندنا اللاعبين، عندنا المدربين، الحكام، كل المنتسبين للمؤسسه ديت، كل المنتسبين دول محتاجين يكون في حاجه تنظم لهم العلاقات. بالظبط. طيب احنا لو ننظم العلاقات دي هننظمها ازاي؟ لازم يكون في حاجتين مهمين جدا، يكون في قانون ويكون في لائحه.
القانون عشان يدي تعليمات، والتعليمات دي تكون قادرة ان هي تنظم تطبق القانون بشكل ملزوم بالظبط، وتلزم المؤسسة بتطبيق هذا القانون، واللائحة عشان تحقق الرقابة. ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا، لان انا مش هينفع الزم مؤسسة معينة بان هي تعمل عمل ومن دون رقابة واشراف. فالرقابة والاشراف على المؤسسة طبعا ده حاجة من الحاجات اللي مهمة جدا، اللي لازم يبقى فيه تقييم مستمر، فيه رقابة مستمرة على انه التعليمات بتتنفذ بشكل مظبوط زي ما هي نازلة في القواعد بتاعتها. طب يا دكتورة، في مشكلات وقضايا ادت لظهور لاصدار الحوكمة الرياضية؟ صحيح، في مشكلات كتيرة جدا طبعا تعرضت ليها الرياضة بشكل عام، مش بس طبعا يمكن ظهرت كمان في المنظمات الدولية أكتر منها في المنظمات يعني ليه في المنظمات الدولية أكتر؟ لأن المنظمات الدولية بيسلط عليها الضوء بشكل أكبر من بيبقى في إعلام، في رعاه، في حاجات كتيره جدا بتخلي المشكلات والتجاوزات اللي بتحصل عالميا بيكون مسلط عليها الضوء بشكل كبير جدا. زي مثلا بالظبط زي الاستضافه بتاعه الالعاب الاولمبيه، احنا بنلاقي ان حصلت مشكلات كبيره جدا في استضافه الالعاب الاولمبيه الخاصه ب مثلا اللجنه الاولمبيه الدوليه، وشراء الاصوات علشان الدولة تستضيف دورة الألعاب الأولمبية مثلا لسنة كذا. فده الحقيقة من الحاجات اللي كانت حصلت تجاوزات فيها كبيرة جدا، وخلت اللجنة الأولمبية الدولية تعمل مجموعة من التحقيقات، أدت التحقيقات دي لاستقالة بعض الأعضاء مثلا تعرضوا للتحقيقات اللي هي الفيدرالية واللي هي خاصة قصدي سوري باللجنة الأولمبية الدولية. فبالتالي دي كانت من ضمن الحاجات المهمة جدا. من المشكلات برضو واللي بتقابلنا العنف في الملاعب، دي من الحاجات المهمة جدا برضو. بيقابلنا مجموعة من العنصرية، من ساعات بنلاقي انه بعض العنف ده بيكون مين السبب فيه؟ يعني العنف ده ممكن يحصل بين اللاعبين في الماتش، يعني ممكن جدا لو في بطوله معينه شغاله بنلاقي انه اللاعبين نفسهم في بينهم وبين بعض مظاهر العنف، او ممكن يكون في عنصريه معينه. أيوة. تحيز، احنا ممكن جدا ما بين مثلا فريقين ممكن يكونوا منافسين بيلعبوا قصاد بعض، نلاقي في عنصريه لنادي، انا بشجع نادي وحد تاني بيشجع نادي تاني، فبالتالي في منافسه، فممكن ده يحصل انه يؤدي لانه يبقى في مجموعه من يحصل قضايا يعني يتأدي لقضايا للتجاوزات ممكن تحصل من الجمهور نفسهم. فكل الحاجات دي يمكن محتاجه لتنظيم، وده اللي خلى المنظمات الدوليه دلوقتي بتخلي فيه بقى في حد مسؤول عن تنظيم الجماهير. يبقى زي الالترس كده، في حد بينظم العلاقه ما بين النادي وما بين الفريقين اللي بيلعبوا، لا الالترس بتاع النادي نفسه. فيبقى في واحد هو مسؤول بينظم العلاقات ديت، فده توجه دلوقتي. فاحنا بنلاقي ان كل حاجه دلوقتي المنظمات العالميه الحقيقه راحت ل يعني علاجات كتيرة جدا لمشكلات وتجاوزات بتقابلها، فخلت انه احنا مضطرين ان احنا نواكب التغيرات دي، وملزمين ان احنا نبتدي نبقى عندنا توجه برضو لاتخاذ نفس الاجراءات ونفس الاليات ونفس السياسات دي، عشان ما يحصلش انه نقابل او نواجه المشكلات دي بشكل يخلينا نتعرض او نواجه المشكلات دي بشكل كبير جدا. دكتورة ليندا، طبعا يعني حضرتك اكيد تعبتي جدا على ما وصلتي ان انت تاخدي الوسام اللي حضرتك فزتي بيه في المسابقه دي. والله هي طبعا الفتره كانت فتره طويله، احنا قعدنا يمكن حوالي 4 شهور في الوقت ده، علشان المسابقه كانت ده كان فتره يعني اقامه المسابقه نفسها، كان كل فتره محتاجه تحضيرات كتيره جدا، كان فيها متطلبات كتيره جدا. يمكن لغايه المرحله بتاعه الفيديو التعريفي ديت، كان في بقى بعدها مرحله تصويت فوتنج على تطبيق جوجل للجمهور، بحيث انه يأيد يشوف مين رأي الجمهور، بقى يشوف رأي الجمهور، يشوف مين اللي يختار افضل حد يعني بالظبط يدعمه او يقول انه هو يستحق هذا الوسام يعني. والحقيقه ان هم على مستوى الوطن العربي وصلوا في الاخر ل 15 صانعة تغيير على مستوى الوطن العربي، ده في النهايه. المفروض انه الاوسمه دي هتتوزع بلاتينيوم وجولد وسيلفر،
بس طبعا المفروض انه كان المؤتمر هيقام في نوفمبر، بس طبعا بناء على أزمة الكورونا طبعا والأوضاع اللي احنا فيها ديت، فالدنيا يعني اتأجلت لأنه طيران كمان كل حاجة فعلا. اه بالظبط. فطبعا ده أجل كتير جدا من أجل الوقت بتاع إقامة المؤتمر. لكن المفروض انه تقسيم الجوائز او اللي هو البلاتينيوم والجولد والسيلفر ده هيتم في المؤتمر، وهم قالوا مش هيعملوه اونلاين، يعني هو قالوا لا لازم هيكون هيبقى مؤتمر لايف ناس تحضر فيه عشان يحصل التكريم فيه بشكل مباشر. مباشر اه بالظبط. فطبعا احنا انا منتظرين يعني انه يحددوا ميعاد لاقامه المؤتمر بحيث انه يحصل الحصول على الوسام يعني. بس ان شاء الله حضرتك تبقي دايما في نجاح وتقدم دايما باذن الله. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، استنونا في حلقات جديدة من برنامج نجوم على الهوا. كنت معاكم هديل الطوخي.